السلام عليكم، احنا رجعنا لكم فيديو جديد. تحية للمشاهدين والمشاهدات. اليوم ان شاء الله جينا نتحدثوا على المباراة النهائية، المباراة المهمة اللي غتجمع المنتخب المغربي الأولمبي ونظيره المصري. هذه المقابلة غتجرى يوم السبت، يعني يوم السبت على الساعة 9 مساء، ولا غير حج بطبيعة الحال جمهور غفير، وغتكون جنابات الملعب ممتلئة عن آخرها. لهذا كنرجو وكنتمناو من الجمهور المغربي يأدي الواجب ديالو ويشجع الفريق من بداية حتى النهاية، وما يبخلش على الفريق بالتشجيع ديالو مهما كان النتيجة ومهما كانت أطوار اللقاء، لأن هادو لعابة باقيين صغارين في البداية ديالهم، إذا كيحتاجو منا التشجيع والتنويه باش يشقوا الطريق ديالهم. وهادو هما لبنات ديال المنتخب المستقبلي للفريق الوطني. لهذا شجعوهم باش يعلى لهم الثقة في النفس، وعندهم ثقة في النفس ويتحمسوا، يعني بلا ما نلوموهم بلا ما نضغطوا عليهم، لان هذه المقابله طبيعه الحال المقابله هي صعيبه، وامام فريق مصري قوي وهو حامل اللقب. لهذا علينا ندخلوا لهذه المقابله بجديه وبحماس، ونثقوا في راسنا، ثقوا في راسنا بطبيعه الحال، ثقوا في راسنا. واي فريق مهما كانت القوه ديالو راه عنده نقاط ضعف وعنده نقاط قوه، ما كاينش شي فريق متتالي لا تستغل نقاط الضعف ديالو. حنا لاحظنا هذا الشيء هذا في كاس العالم، لان الفرق كانت كامله قويه على المنتخب المغربي، ومع ذلك المنتخب المغربي استطاع يوصل نصف النهايه، لانه عرف كيفاش يجاري المقابلات. وهادشي ماشي غير المنتخب المغربي، مجموعه من المنتخبات، كان جالس ايطاليا كان المستوى ديالها ضعيف، الدنمارك، اليونان، يعني كاين واحد مجموعه المنتخبات ما كانش المستوى ديالها احسن منتخبات المنافسه، ومع ذلك فازت باللقب ديال البطوله اللي كتهمها بطبيعه الحال. نرجعوا للفريق المغربي والمقابله النهائيه. بالنسبه لهذه المقابله هذه، اول حاجه خصنا نشوفوا هذا المنتخب المصري ونعرفوا النقط القوه ديالو باش ناخذوا الحيطه والحاضر منها، لان هذا المنتخب ما دام سابق له فاز ببطوله سابقه، هذا يعني انه منتخب قوي وقوي جدا ومتمرس، واغلبيه اللعابه شاركوا في هذيك البطوله هذيك. اذا طبيعه الحال مظاهر القوه الاولى هو ان هذا الفريق هذا منسجم، ومتبعنا لاحظنا المقابلات ديالو السابقه نلاحظوا بانه كيتميز هذا الفريق بالانسجام، سواء بين اللاعبين فيما بينهم، سواء بين خطوط الفريق، يعني بين الدفاع الوسط الهجوم، يعني كاين واحد الانسجام، كاين واحد التعاون، كاين واحد التآزر، يعني كتلاحظ فريق نموذجي وفريق منسجم. هذه من النقط المهمه ديال هذا الفريق هذا، هو انهم سبقوا لعبوا واحد المده طويله بيناتهم، ولهذا وهذا ما خلق بيناتهم واحد النوع من الانسجام اللي كيسهل عليهم مجاراه اي مقابله. النقطه الثانيه اللي لاحظتها في هذا الفريق هذا هو انهم عندهم هجوم خطير، هجوم خطير اللي كيتميز في جوج لعابه قوه ضاربه عندهم، هو لاعب اظن رقم 10 ابراهيم عادل، ورقم 9 عبد الهادي فيصل. هادو لاعبين ممتازين كيشكلوا خطر على الـ على الـ على الـ على اي دفاع، وكذلك انهم كيلعبوا مع الفريق الاول
يعني مع المنتخب الاول المنتخب المصري، عندهم تجربه، عندهم لياقه بدنيه جيده، عندهم السرعه، يعني هادو هذه القوه الضاربه ديال الفريق المصري، اضافه الى وسط الميدان اللي منسجم، اللي ما فيهش الزياده، كيلعب كره سهله، يعني السهل الممتنع، يعني كره سهله، دقه دقه، كيلعب ثنائيات، هذا فريق كتلاحظوا ما كيتسرعش، يعني ما فيهمش الانانيه، يعني كيلعبوا بلا انانيه، يعني كيحاولوا يمرروا الكرات لبعضهم، يعني الا لاحظتي الاهداف ديالهم يعني كتدخل بواحد السهوله، واحد بناء تكتيكي باين عليهم متشربين هذا البناء هذا، لهذا فهما لاعبين ممتازين كيأديو الدور ديالهم بشكل جيد. هذا بالنسبة للنقط، كذلك عندهم حارس ممتاز، يعني الحارس المصري يعني جاني أنا من أحسن الحراس ديال هاد الدورة هادي، يعني حارس ممتاز سواء الكرات العالية سواء القذافات، يعني كيساعد الفريق، كيعطي الثقة للدفاع، كيعطي الثقة للفريق ككل. نقطة أخرى مهمة لهذا الفريق هذا هو أنه كيعمل، إلا لاحظناه الخطة ديالو كيلعبها 4-4-2، ولكن دايما ملي كتكون الكرة عند الخصم كيحاول يعمل بريسينغ على المدافعين على وسط الميدان، يعني وكينجح في هذاك البريسينغ، حيت كيدير الكرة يعني كيتحول بسرعة نحو الهجوم، يعني ما كيتعطلش على هذاك الفريق هذا، يعني بسرعة كتجبر الكرة، إما دخلت الشبكة، إما محاولة خطيرة، إما وقفوها الفريق الخصم ضربة خطأ، يعني أنه فريق كيتقن بريسينغ، يعني وكذلك عنده وسط الميدان كيساعد الهجوم، وفي نفس الوقت كتوجدو كيساعد الدفاع، لأن ملي غنجيو نتكلمو على نقاط الضعف ديال الفريق المصري، غنتكلمو على واحد الموضوع ديال مهم. إذا كذلك هذا الفريق هذا عنده لياقة بدنية عالية، يعني كيجاري المقابلة بواحد السهولة، يعني ما كتحسش بالفريق، كتحس به العياء، يعني عنده يعني لياقة بدنية اللي كتساعده في مسايرة المقابلات، يعني مسايرة 90 دقيقة في المقابلة بنفس الريتم، يعني ما كتحسش بأن الفريق عيا ولا طاح المستوى ديالو. يمكن لأنه هذا المنتخب هذا أغلبية اللعابة ديالهم البطولة المصرية، عليها كيسهل التجميع ديالهم، التربصات، التكوين ديالهم، كذلك الجو ديال مصر، حنا كنعرفوا بأنه الجو ساخن، يعني الفريق كيلعب واحد درجة الحرارة عالية، يعني في غالب الأحيان كتكون درجة الحرارة مرتفعة، وما عندهم واحد قوة، يعني كيلعبوا في الحرارة كما كانت، ولهذا كنشوفهم كيجاريو المنتخبات الإفريقية بواحد السهولة وكينتصروا عليها، رغم أن المنتخبات الإفريقية وما أدراك ما المنتخبات الإفريقية، يعني كيكون عندها واحد القوة الجسمانية وقوة التحمل، مع ذلك كينتصروا عليها، لأنهم كذلك هما كيتميزوا، عندهم لياقة بدنية عالية وفي المستوى. إذا مدرب عندهم كيسير المقابلة دائما بطريقة جيدة، كيعطي التعليمات ديالو، كتلاحظ بأن المدرب واقف مع الفريق، هذا من المزايا ديال هذا الفريق. انتقلوا للنقط اللي كتهمنا واللي كتهم المدرب ديالنا، وهي نقط ضعف ديال هذا الفريق. من نقاط الضعف المهمة ديال هذا الفريق هذا هما الأظهرة، يعني الظهير الأيمن والظهير الأيسر، عندهم واحد الضعف، خصوصا الظهير الأيمن، أول حاجة ثقيل، بطيء، يعني تقنيا ماشي شي لاعب جيد، يعني هذا فرصة للمنتخب المغربي يستغل هذا الجانب هذا. كذلك الظهير الايسر، يعني عندهم اختلالات، عندهم في الظهير الايمن والظهير الايسر، هذا هو المشكل اللي عند الفريق المصري. لهذا بعد الخلاصه على المنتخب المصري،
على المدرب يرد باله اول حاجه عليه، يصحح الاخطاء ديالو اللي بانوا في الفريق في هذه المقابلات السابقه. واخا نشوفوا الفريق انتصر وكذا، راه انتصر على الفريق المالي بالحظ، يعني الفريق المالي كان قادر ينتصر على الفريق المغربي، ولهذا عليه يعالج ما يمكن معالجته، لان الفريق المصري ماشي هو الفريق المالي، الفريق المصري فريق جيد وكيستغل الفرص. اذا على المدرب اول حاجه عنده واحد المشكل ديال المنتخب المغربي، عنده مشكل الظهير الايسر، يعني من الافضل يعني حسب الراي ديالي من الافضل يلعب مثلا الوافي، اللاعب الوافي في الظهير الايسر كيجيني احسن من هذا اللاعب العمراوي، يعني لاعب ثقيل، الرجوع ديالو كذلك ثقيل، كيسهل في الملعب، يعني والفرق الاخرى راه لاحظوها. كذلك واحد النقطة مهمة هو أن الفريق ما يغامرش مع الفريق المصري، ويحاول يلعب الخطوط تكون متقاربة ما تكونش متباعدة، يعني خط الوسط دايما يكون قريب من خط الدفاع، وخط الهجوم يكون قريب من خط الوسط، يعني من يطلعوا يعني الخطوط ما يكونوش متباعدة، لأن المصريين لا شبروا الفراغات ولا المساحات، راه غيبهدلوا الفريق الوطني بكل أكيد. إذا على المدرب يرد باله لهذه النقطة هذه، كذلك يحث اللاعبين على الحركية، يعني تبادل الكرات، يلعبوا كرات سهلة، ويحاولوا يلعبوا الكرات طويلة من مدافعي الأجنحة، سواء الجناح الأيمن ولا الجناح الأيسر، يحاول يلعب هاد الكرات هدا، ويلعب على الكرات الثانية اللي خصهم يكونوا وسط الميدان بطبيعة الحال، ينتبه لهاد القضية هادي، ويحاولوا يستغلوا الكرة الثانية، لأنها غتكون هي مفتاح ديال المقابلة. اما الى جيتي تجاري الفريق المصري في الرسم ديالو، راهما قويين على المنتخب المغربي، وكيلعبوا كره واللياقه البدنيه عندهم جيده، راه غنعاني معاهم. كذلك على اللاعبين انهم يحاولوا يقتصدوا في اللياقه ديالهم باش يسيروا المقابله، لان بان واحد العيب كبير في المنتخب الوطني، وان بعد 60 دقيقه لما 60 دقيقه اللاعب كيتراجعوا للوراء، كلشي كيلاحظوا كيستعجب علاش الفريق الوطني كيتراجع للوراء، ولكن هو السبب واضح وباين هو ان الفريق اصابه العياء، هذاك هو السبب اللي كيجعل الفريق يرجع للور. وكذلك لان خصنا ندبروا اللياقه ديالنا، ان المنتخب المصري راه قوي في اللياقه البدنيه، والتبديلات والتغييرات تكون في الوقت المناسب، ما تاثروش تسجل علينا الهدف، ولا ما تسجلش ما يتاثرش الفريق، يلعب كره سهله والزياده ما كاينش، خصو ينبه اللاعب الزلزولي ما يضيعش اللياقه ديالو في مراوغات لا فائده منها، زعما المراوغات الزائده اللي ما عندها حتى فائده، الفائده الوحيده اللي فيها هي انها ممكن كيضيع اللياقة ديالو، كذلك يقدر يتصاب بشي إصابة خطيرة، يعني يوقع التحامات كذا، يحاول يوفر الطاقة ديالو في المراوغات اللي كتكون مباشرة للشبكة ولا عندها واحد الدور، أما هي مراوغة من أجل المراوغة ما عندها حتى فائدة. والزلزولي كيتميز بهاد القضية هادي، هو أنه كيراوغ بعض المرات ما كتحسش بيه علاش كيراوغ، ما كتفهمش علاش، مع العلم أن كاين الاصدقاء ديالو ومتموضعين كيكونوا بشكل جيد وما كيمرروش الكره، خصو ينبهو، هذا الدور ديال المدرب، خصو ينبهو عليه بانه يطلق الكره باش يسهل عليه، ويقدر هو اللي يسجل الهدف، طلق الكره تلعب معاك اندو انت تسجل ممكن الهدف، ما يكونش الطمع بزاف. ضاعت الكره الفريق يحاول يرجع، تعاون ما يغامرش. واحد النقطه مهمه هي يلعب، يحاول يستغل الهجمات المضاربة، لأن اللاعب المغاربة خاص الزلزولي كيتميز بالسرعة
ولا استغل هذه الفرصة ديالو وهذه الميزة ديالو اللي استغلها، ممكن يسجل أهداف وكذلك يكون محصن الدفاع ديالو ووسط الميدان من فريق المصري، ما يخليش الفراغات باش يوجد فريق المصري فين يلعب، لأن الفريق المصري لو وجد المساحات راه كيعمل ما بغى في أي فريق، وفريق اللي كيلعب 90 دقيقة بواحد السهولة وكيعمل وعنده حركية جماعية، يعني أن ما كتلاحظش الفريق كتلاحظ كيهاجم كتلة واحدة وكيدافع كتلة واحدة. إذا علينا نردو بالنا لهذا الفريق، وإن شاء الله رغم تاريخيا رغم القوة ديال كيكون الفريق المصري قوي، ملي كيجي عند المنتخب المغربي كيساطع الفريق المغربي ينتصر عليه، وكنتمناو التوفيق للفريق الوطني، وعنده لاعبين ممتازين اللي قدروا يحققوا هذه البطولة هذه ويعزوا بها في البوديوم ويطلعوا البوديوم، ويعني ويكون عندهم واحد الإشعاع مثلهم في الفريق الأول ويكونوا خير خليفة المنتخب الأول، لأن كاين لاعبين ممتازين. كنتمنى الشفاء للاعب السيباوي، وكنتمنى يكون موجود في المقابلة لأنه مفتاح من المفاتيح المهمة ديال الفريق الوطني. كنتمنى يكون تعالج وبيجي في الفريق الوطني، ولا كان لياقيا ناقص ممكن يأجل ما يدخلوش في البداية، يدخلو تال 20 دقيقة ولا 30 دقيقة الأخرين باش يكون أكثر فعالية، أكثر فعالية على الفريق المصري. كنت هيك شوية الفريق المصري، ونحاول ويحاول المدرب يدبر المقابلة، ولا عرف كيفاش يسير المقابلة، راه قادر ينتصر على الفريق المصري رغم القوة ديالو رغم المزايا ديالو. وكنتمنى لهم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.